بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله جايين نتكلم عن زيادة أسعار البنزين وأوبر وديدي والكلام ده. اتكلمنا من كام يوم إن ديدي عاملة 15% زيادة وما حسيناش بالكلام ده. امبارح الناس كلها بعتالي وجالي على الأبلكيشن برضك موضوع إن أوبر زودت في القاهرة والإسكندرية. بيقول لك إيه؟ تعديل في أسعار أوبر القاهرة والإسكندرية. عزيزي محمد، نحن حريصون على أن نقدم لك افضل تجربه على منصتنا المساعده في تحسين فرص الربح للشركاء السائقين، هذا مع ضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن بدون ضغوط. لقد قمنا بمراجعه اسعار منتجات اوبر داخل مدينتي القاهره والاسكندريه في اكتوبر ونوفمبر 2023، وايضا بعد زياده اسعار البنزين الاخيره ليصبح مستوى نسبه الزياده في الاجره هو 10%. نتمنى لكم السلامه دائما. ده البيان اللي نزلته اوبر امبارح ان هي زودت 10% في القاهره واسكندريه. طب احنا بنتكلم في نقطه معينه ان دلوقتي زودوا في القاهره واسكندريه، الناس بتاعت المحافظات والاقاليم ودلوقتي الغردقه والمنصوره وطنطا والكلام ده كله، انتوا نفس الاسعار وحتى في القاهره. يعني الشركه ضحكت عليا امبارح بموضوع البيان ده، وانا النهارده نزلت عملت حوالي 3 رحلات مفيش اي زياده، انا مش حاسس اي زياده لا من ديدي ولا من اوبر. انتوا بتشتغلونا ولا بتعملوا ايه؟ ممكن شركه اوبر ما تزودش في الاسعار، بس هي تعمل حاجه بسيطه ان هي تقلل نسبتها، حاول تتضامن مع الكابتن. انت بتقول زودت 10%، انا مش شايف اي زياده، انا شايف في زياده في نسبتكم، لكن مفيش نسبتكم زي ما هي عماله تعلى والكلام ده، لكن مفيش اي زياده في موضوع الرحلات اللي هي زادت 10%. احنا مش شايفين الزياده دي، انا مش عارف الزياده دي هتيجي امتى. المفروض الشركات كلها تزود، عاوزين نزود اسعار الرحلات، هي دي الفكره. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا بتعمل ايه يا باشا؟ بنحاول نتكلم على الزياده، عم بيقولوا في زياده اليومين دول. زياده فين الزياده؟ زياده يا عم في اوبر وكده. انت اشتغلت اوبر النهارده؟ ولا فيها زياده ولا في اي حاجه فيها. طب وايه اشتغلت اوبر بره الابلكيشن ولا جوه الابلكيشن؟ بره الابلكيشن كله، مفيش حاجه جوه الابلكيشن يا باشا. طب في زياده في الاسعار؟ مفيش زيادات يا باشا، دي شركات كلها منافقه، كلها شركات كذابه. ولا في زياده واللي خالص. يغيظك بقى اللي غيظني في البيان ان هم منزلينه ده، اللي بيقول لك زودنا في القاهره والاسكندريه. طب والناس اللي بره القاهره والاسكندريه تعمل ايه؟ بص يا باشا، ولا في زيادات في اي شركات من الشركات دي خالص نهائي، ما فيش زيادات يا باشا خالص. ولا حاسين بالكابتن، ولا حاسين بقطع غير الكابتن، ولا حاسين ببنزين، ولا حاسين بكابتن بيطلع عينه طول النهار عشان يجيب القرش عشان يروح لعياله. ما فيش زيادات يا باشا، كل شغله بخساره بخساره. وفي كباتن بقى بتزعل لما يجي يقول لك ايه، خد مثلا بره البرنامج. ها؟ لا يا باشا، في كذا حد بعت لك، في كذا حد بعت لك على الفيديو بتاع امبارح انت شغال حرام وانت حرام ومش عارف. حرام فين يا باشا؟ حرام فين؟ ماشي، إيه هو الشركه حاسه هو لو فعلا بياخد الرحلات كده هيبقى حرام، لو الشركه نسبتها قليله، لو الشغل شغال كويس، لو الدنيا تمام، لكن الشركات دي ماشيه في العند. انا مش عارف الشركات دي ماشيه ازاي، فاحنا بنحاول نوضح ان هو فعلا ما فيش زياده. كل الناس جروبات، خش على الجروبات، لو انت مكذب كلامنا او بتقول ان احنا بنقول اي كلام وخلاص، خش على الجروبات وشوف الدنيا ماشيه ازاي. الناس كلها بتلعن في ام اوبر وام الشركات اللي شغاله. والله العظيم الكباتن خلاص قربت يعني تبيع عربياتها. في ناس عليها قصاد يا جماعه، في ناس عليها قصاد، ناس يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. انا كابتن بعت لي امبارح من اسكندريه، والله العظيم تلاتة الراجل ده صعب عليا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو مش عارف من يومين قال لك ايه، انا هشتغل بقى وكده، لقى ديدي شغال معاه كويس، قال لك انا هشتغل على ديدي. بيقول لي عملت مش عارف 6 أو 7 رحلات في ديدي، عاملين كام بقى؟ عاملين 320 جنيه، اشتغل مش عارف حوالي 6 أو 7 ساعات، تمام؟ يعني يعتبر اشتغل يوم. تمام؟ عاملين 320 جنيه. بيقول لي خلصت، قلت بقى ايه كفايه كده واروح اروح. فراح يروح بيقول لي ايه، قلت اعدي على البنزينه اكمل العربيه، العربيه كانت نقصت معاه بنزين، يكمل العربيه. فاول بنزين بكام؟ ب 150 جنيه. يا حول الله يا رب. يعني كده فاضل له كام؟ فاضل له 170 جنيه. قول بقى كاوتش وصيانه ومش عارف ايه، شيل برضك جزء وسجاير وشرب له كوبايه قهوه ومش عارف عمل ايه، يعني لو روح ب 80 90 جنيه هو كده بطل. يجيبوا ايه بقى 80 90 جنيه دول؟ انا عاوز اسال يعني. انتوا مش حاسين بينا اقسم بالله، ولا حاسين بالكباتن، ولا حاسين ان الكابتن ده طالع عين امه طول النهار في الشارع عشان يشتغل ويجيب بعرق جبينه؟ مفيش، انتوا مش حاسين. انتوا لا شركه، لا ديدي زودت ولا اوبر زودت، ولا في شركات زودت 10%. ايه اللي بيتكلموا فيها دي؟ ايه 10%؟ ده 10%. وايه كمان بقى؟ حرف نظرك لحاجه المشكله، ال 10% اللي هم واخدين نسبه منهم. المشكله ال 10% اللي هم بيقولوا عليهم دول، حط عليهم نسبه 40%، يعني انت في كل رحله ممكن تلاقي لك جنيه 2 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ تضحكوا على الناس. واحد برضك بعد على الفيديو اللي انت عملته بتقول انت عمال تهيصوا على الناس ومش تهيصوا على الناس، ده البنزين زاد جنيه. للعلم بس يا باشا،
البنزين زاد جنيه وربع، تمام؟ وانت على الاقل بتمشي لك 200 جنيه، الكابتن اللي ما بيمشيش بيمشي له 200 كيلو في اليوم، ال 200 كيلو دول بياخدوا قد ايه بنزين؟ اضربهم في الزياده هتلاقي نفسك ان انت دافع مش يوميا كده الكابتن ممكن يدفع له حوالي 40 جنيه 50 جنيه زياده في البنزين يا باشا اللي هو شغال. يا باشا بتاع الغاز اشتكى، بتاع الغاز قال هزود جنيه برضك. قال لي حرام والله كده. هو الناس فاكره زودوا جنيه يعني انت كده خد جنيه، ده جنيه ايه؟ جنيه على ايه؟ هي الرحله بتاخد لتر بنزين كده؟ حرام كده كتير. انا بس حبيت اعمل الفيديو ده النهارده اوضح للناس القصه عشان في ناس بتهاجم وخلاص. يا باشا انت لو بتهاجم شوف شوف الشغل على الطبيعه واسال الناس اللي شغاله وطالع عين ابوها، هي دي الفكره. بس احنا برضك بنحاول نوضح عشان الشركات دي بتحاول تشتغلنا، فاكرنا عبط او احنا مش فاهمين او ما راجعش وراهم. لا الكباتن دلوقتي كل واحد فاهم وكل واحد بيمسك الابلكيشن بتاعه ويراجع رحله لرحله ويشوف هو صرف كام وعمل ايه وجاب ايه واشتغل كام رحله وصرف قد ايه بنزين وصيانه وده وده وده. الناس بقت تراجع. يا باشا كابتن بعت لي رحله، بعت لي رحله واخدين منها 45% اوفر. يا نهار اسود يا نهار اسود، ده لو انا كنت ضربت العميل. عمري ما كنت راجع 5%. واحد بعت لي برده امبارح راجل مشكله باين عليه، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشا انا ماليش دعوه باي حاجه، الشركات زودت ما زودتش، انا بيركب العميل معايا. بقول له حضرتك البنزين غلي والدنيا والحكايه واحنا مصريين زي بعض والشركه دي بتاخد نسبه عاليه بيظبط الكلام. بيقول لي كل رحله لو الرحله مثلا واصله لحوالي 100 جنيه ولا حاجه ياخد منه 15 جنيه دي فرق البنزين. طب وليه شغل الشحاته ده؟ ما هو الفكره مش كل مش شغل ليه الشركات توصلنا؟ ما هو الفكره كلها الراجل مش شغل الشحاته، الراجل بيعمل ايه؟ بيحاول يعملها. اصل اقول لك على حاجه، انت مش تتكلم الكلام ده معذور. الراجل معذور. انت مش تتكلم الكلام ده الا لما واحد بياخد ويدي معاك. هو الراجل معذور. وانت قلتها قبل كده في الفيديو اللي فات ان العميل معاه عربيه او مثلا عارف النظام وعارف ان حاجه بتغلى وبيحاول يقربها معاك. تمام تمام، بس هو الراجل معذور. بس انا بسال ليه الشركات توصلنا ان احنا نقعد نتكلم مع العميل في 15 وفي 20 جنيه وليه ناخد بره البرنامج؟ انت ما بتتكلمش في 15 و20. ما بتكلمش في 15 و20، مفيش معايا 25. لا وليه وصلوا ان احنا عارف ايه؟ انا بس بساله عشان الناس بس اللي ممكن تطلع تتكلم عليا. اللي بساله ليه الشركات توصلنا لكده؟ ليه توصلنا لكده؟ ما تعالوا خدوا نسبتكم حلوه 10 15% علوا الايه؟ علوا التسعيره. احنا ساعتها مش هنتكلم وهناخد هتبقى شغال وحابب ان انت تشتغل وعلى راسهم فوق الشركات وزي الفل. لكن تيجي تبص ايه؟ شركه 45% و40% و35% في الرحلات. تيجي تبص ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ يعني انتوا مش مزودين وكمان عمالين تاخدوا 35% 45%؟ حرام عليكم يعني. طب وقطع الغير اللي ولعت نار دي والناس اللي بيوتها مفتوحه؟ حرام والله العظيم. في البيان بيقول لك ملايين الركاب ومش عارف ايه. طب ماشي، طب ما انت اهو بتقول ملايين الركاب، يعني انت بتكسب ملايين الجنيهات كل يوم يوميا، فحاول تراعي الناس دي. شركه دي بعت حاجه بتقول بيان كده ان هي في حاجه اللي هي في حاجه مطلعها اللي تحيا لصندوق قلنا عليها المره اللي فاتت اللي هو موضوع مصر الخير ومش مصر الخير. هو ايه الموضوع؟ هو بيقول لك ان هو عامل 100,000 رحله ببلاش للناس اللي شغاله في مصر الخير. مصر الخير؟ طب واحنا يعني ولاد نزيل احنا مثلا؟ طب ما تدونا احنا هيعمل لك رحلات ببلاش؟ لا ادونا احنا فلوس، احنا رايحين زودوا تزودوا التسعيره يعني حسوا بينا احنا كمان يعني يعني حسوا بينا. طب انا عندي اقتراح حلو، زودوا التسعيره وخدوا مننا 2% وودوها لفلسطين او 5%. ما يقدروش ما يقدروش ما يقدروش عشان عشان الشركه الام بره والحوارات دي كلها. احنا عاوزين ندعم والله اخواتنا في فلسطين، والله والله ندعمهم اقسم بالله، يزودوا وياخدوا مننا 5% ولا واحد هيبقى عنده اعتراض. لكن انتوا مفيش زياده ومفيش بتاع وبتدعم لي 100,000 رحله اللي انت بتقول عليها ديت 100,000 رحله. طب ما دعمها لينا احنا. المشكله هو بيدي لهم رحلات، طب هيستفادوا بايه رحلات ازاي؟ بدون استفاده، الموضوع ملوش لازمه، هو تعريض والفاضي بس. لا ودي يقول لك من الساعه كذا، من الساعه 6 النهارده لما اتكلمنا المره اللي فاتت على الساعه 6 للساعه 9 النهارده عمل لك من الساعه 6 ل 6 المغرب الزياده 15%. ده اسمه عرض ما اسموش زياده سعر. هو فين الزياده يعني؟ مش عارف. طب انا راجل بشتغل بعد الساعه 6 المغرب، ايه العمل؟ اشتغل ايه؟ بره الابلكيشن؟ بره الابلكيشن طبعا على طول طبعا. المهم انهي الفيديو بقى يا عم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وشير في كل مكان حبايبي، وانتظروا الجديد برضه واللينك الجروب تحت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي وربنا ينصر اخواتنا في غزه. عليه الصلاه والسلام. ربنا ينصر اخواتنا في غزه باذن الله حبايبي.